اسمي عبد الوهاب سلمان حمد، الملقب بعبد الوهاب. بايعت الدولة الإسلامية الشهر السادس 2014 على إيد عمي خالد حمد داود الملقب أبو الوليد أمير قاطع داقوق. فمن بعد بايعت على إيده، فنسبني في قرية في قاطع داقوق على قرية البشيرية أمير على القماسية. فمن بعدها شاركت بالمعارك معركة سليمان بيك في قضاء طوز خرماتو، ومن أهم المعارك شاركت فيها عام 2015 الشهر الواحد غزوة الفتح المبين. فمن رحت للغزوة الفتح المبين كأني رئيس أمير الإنقماسية، فهاجمنا نحن الإنقماسية قبل لا يهجم الجيش الدولة الإسلامية. فهجمنا على ثكنات البشمركة بمكتب خالد، على جسر مكتب خالد. فعندما دخلنا بالثكنات مال البشمركة، نفذت على البشمركة اثنين بسلاح مالي الM16. ومن بعدها من بعد ما استولينا على الثكنات، هاجم جيش الدولة الإسلامية على ثكنات البشمركة، ونريد أن ندخل على كركوك. فمن بعدها ردنا ندخل على كركوك، قضبنا أسرى من البشمركة 21 نفر من البشمركة أسرناهم أسرى. فردنا نطب الكركوك ما قدرنا، فانسحبنا للحويجة وأخذنا الأسرى ذول 21 ويانا للحويجة. فسوانا بهم إعلان للحويجة، سوانا بهم إعلان، حطناهم بالقفص وافترنا بهم بالحويجة بنص الحويجة بنص السوق. فسوى وياهم مقابلة ملشوان الملقب بابو هارون، هو أمير الحسبة. ومن بعدها بيومين نزل بهم الأمر من والي ولاية كركوك أني تنفذ عليهم حكم الإعدام، أن نقتلهم. فمن بعدها أنا طلبت من عمي خالد حمد داود أنه يروح على الوالي أبو حمزة والي ولاية كركوك، أنه يقول له أريد أروح أنفذ على دول الأسرة. فالوالي قال خلي يجي إذا لي أني أروح أنفذ على دول الأسرة البشمركة. فمن بعدها رحت للحويجة الفلكة الخلافة، فنريد ننفذ على دول الأسرة الكراد العشرة فلكة الحويجة. فلبست لبس أمنية ولبست كليته بس عيوني طالعة. فجاء أمير الأمنية مال ولاية كركوك يوزع لنا السكاكين مال الأمنية، سكاكين سود. فمن بعدها أنا ذبحت على دول من ضمن دول العشر نفرات اثنين، واحد منهم اسمه كاوا محمد توفيق والآخر مريوان مولود محمد، نفذت عليهم. وال11 نفر الأخر أخذوهم للولاية نينوى للمواصل. فمن بعد ما كملنا من ذبح دول الأسرة، الوالي اكرمنا كل واحد 100 دولار. ومن بعدها رجعت أنا القاطع داقوق كأمير للإنقماسية. فنظمت أنا برنامج لي وللإنقماسية جماعتي إن كل أسبوع نطلع صولة على ثكنات البشمركة بقاطع داقوق، أقتل من البشمركة بسلاح الM16، أقتل من البشمركة وأستولي على الثكنات مالتهم، أخذ سلاح مالهم وأحرق الثكنات مالتهم وأرجع. فمن بعدها قرية الحرية هاجمت عليها، ومن بعدها هاجمت على قرية زنقر، هم قتلت من البشمركة وأخذت أسلحة لي ولجماعتي ونحرق ثكناتهم ونرجع. فمن ضمن هذه في قاطع الصديق في الزرقاء ومطار الحلاوات، رحت المطار الحلاوات هاجمت هم أنا وجماعتي على هذا الثكنة مطار الحلاوات، لقينا ضابط ضالب الثكنة متصاوب، فردنا ناخذه للحويجة حتى نوديه للحويجة نشوف للناس، فما قدر يمشي وردنا ننسحب وجاء الطيران، فنفذت عليهم بالM16 بالثكنة وانسحبت.